في لقائنا اليوم كده حالة الاستوديو كلها طاقة ممتدة من طاقة الشباب، أفكار وشباب الحقيقة يفرحوا وبيقدموا للمجتمع العربي والمجتمع العالمي مشروعات وأفكار تفيد الإنسانية وتفيد العالم في المجال العلمي. ضفنا في الفقرة التالية نموذج من هذه النماذج، هو شاب مصري والحقيقة هو دخل مسابقة بمشاركة 50 دولة وفاز بالجائزة الذهبية على المركز الأول وبعنوان ترونتو اي كان تيسس. مظبوط الكلام؟ مظبوط الكلام، مظبوط الكلام. وأيضا ضيفنا حاصل على لقب سبيشال اي كان، وكمان لقب المخترع الصغير التابع لوزارة التضامن الاجتماعي، وأيضا شارك في عدد كبير من المسابقات الدولية والعالمية في مجال البحث العلمي وتأهل للمراحل النهائية في كل المسابقات. مثلا تأهل لنهائيات المسابقة الآسيوية في معرض العلوم والتكنولوجيا الآسيوية، وهي أكبر مسابقة علمية في قارة آسيا ومصنف منها كأفضل المشروعات. بعد كلام كافي حقيقة مشاهدينا، كنا تشوقنا بأن نتعرف على ضيفنا في حلقتنا اليوم من بيت الكل. حقيقة المخترعين والمبتكرين مصر هذا البلد الولاد بالمبدعين. اليوم ضيفنا صغير سنة كبير بعطاء. خلينا نرحب بأصغر مخترع وهو إسلام حمادة، ضيف في بيت الكل. نقول لك مساء الخير ومنورنا. الله، أنا سعيد جدا جدا بتواجدي معكم النهاردة في أكبر تعاون عربي إعلامي بيدعم كل الأفكار وكل الشباب العربي ويكون منصته للعالمية إن شاء الله. خلينا نتعرف صغر سنك، شنو اللي خلاك تروح أو تخوض في مجال صعب وهو البحث العلمي وهذه الأمور؟ هو في البداية ما كانش بحث علمي، على قد أن أنا كنت بحب البيئة، بحب أي حاجة حتى من أبحاث اللي كنت أشتغل فيها، أنا بحب أشتغل في حاجة تخدم البيئة، حاجة بقول ليه ما نعيش في مكان خالي من كل الانبعاثات الكربونية دي أو غير الكربونية أنواعها التانية، بيصرفوا أرقام غريبة استثمارات. بس الفكرة ان احنا لو صرفنا ربع الثمن ده او ربع الرقم ده على وطننا اللي هو الارض عموما، هنخليه وطن اكبر، وطن احلى، وطن اكتر قابلية للعيش. بس احنا حاليا بنعيش في فترة الصناعات تغلغلت وخلت البيئة اهميتها قليلة جدا، فبالتالي احنا محتاجين نبص شوية الارض اكتر من احنا نبص على كواكب تانية برضه.